وتحت عنوان حتى لا يترحموا على أيام حبيب العدلي، يكتب حمدي رزق في عدد الغد من المصر اليوم، مشيدا باجتماع وزير الداخلية مع ضباط الشرطة من رتبة الملازم أول لرتبة المقدم بحضور عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية بأكاديمية الشرطة بالعباسية، مطالبا بتكرارها في فترات متقاربة لتهدئة غضب الضباط بسبب إحساسهم بالظلم من جراء الهجوم عليهم من الإعلام وفيسبوك، والتركيز على تجاوزات فردية تصدر منهم أمام التضحيات التي يبذلونها للدفاع عن أمن وسلامة الوطن. وطلب رزق من الرئيس بالتدخل لملء فراغ غياب الثقة بين الضباط والوزير وبعد تقصير الوزارة في التصدي للهجوم عليهم. دكتور غادة، في الحديث عن تجاوزات الضباط المتكررة، إلى أي مدى تتفقي مع هذا المقال؟ الحقيقة أنا مش متفقة معه خالص. يعني ما هو بيقول على الرئيس أنه هو يقابلهم ويشجعهم، طب ما هو اوريدي الرئيس كان معاهم في الاحتفال في الكليه العسكريه اللي كان من قريب وشكرهم وانتم على راسنا وانتم مش عارف ايه، ووصاهم بحسن معامله المواطن. وبعدين انا ارفض تماما المزايده بحكايه الشهداء. يعني ما فيش حاجه اسمها ده احنا عندنا شهداء ما تقعدوش تهاجمونا، لا انتوا عشان عندكم شهداء لازم تمشوا عدل. وهل بتتم التجاوزات يعني قصاد انا معترضه على انها اسمها تجاوزات. لما يبقى الناتج قتيل يبقى دي جريمه. وبعدين ما ينفعش ان تقعد تقول لي دي تجاوزات فرديه، دي مش عارف ايه، ما فيش حاجه اسمها كده. انت النهارده مسؤول عن الامن، في فئات مش مسموح لها بالتجاوز. لا الاطباء مسموح لهم بالتجاوز ولا الامن الشرطه مسموح لها بالتجاوز، ما ينفعش ما ينفعش. وبعدين اللي واضح كده ان الوزير ده يا اما هو اللي بيقول لهم يعملوا كده، يا اما هو ضعيف ومش عاملين له هيبه، لان الحكايه دي بدات من يوم ما مجدي عبد الغفار تولى الوزاره. ده الريس كان في البتاع العسكريه الاكاديميه العسكريه وبعدها على طول بتاع الضرب الاحمر، والراجل الامين الشرطه اللي قتل جاره عشان ميه الغسيل، وامين الشرطه الثاني اللي قتل جاره عشان مراتات اتخانقوا مع بعض. يعني على اتفه الاسباب في جبروت. طيب إذن يعني ايه الحل في هذا الموضوع؟ لازم يعاد تاهيل الناس دي. ما تقوليش اسبوعين هعمل لهم تاهيل نفسي، يبقى انت ما زلت مش حاسس بالمشكله. يعني لما يطلع مجدي عبد الغفار يقول هنعمل لهم تاهيل نفسي اسبوعين، يبقى شكرا اقعد في بيتكم، انت مش حاسس بالمشكله. لما يبقى في حد بيرتكب جريمه ده محتاج علاج نفسي مش اقل من سنه، تاهيل نفسي مش اقل من سنه. لازم ياخدوا دورات نفسيه. الناس بقى اللي موجوده اللي ما عملتش حاجه دي لازم عقوبات ردع وفي ضبط النفس. عقوبات ردع ده اكيد ما هياش عيبه يعني، لكن لازم يعاد التاهيل ولازم يعاد الهيكله. يا جماعه ده الحادث اللي هو بتاع القليوبيه كان فيه حد خاين في 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 قلب اللي هو رئيس مباحث شبرا الخيمه. يعني عندكم خونه وعندكم ناس مختلين نفسيا وكل ده وزعلانين، يعني مش معقول يعني.